أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابطين إضافيين في صفوفه بمعارك شمال قطاع غزة، ما يرفع العدد الإجمالي لقتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 368. وسمح الجيش الإسرائيلي بإعلان مقتل ضابطين من اللواء 401 في معارك شمال قطاع غزة، كما أفادت التقارير بإصابة ضابط وجندي احتياط في الجيش الإسرائيلي من الكتيبة 9217 بجروح خطيرة في معركة في شمال قطاع غزة، كما أصيب ضابط برتبة لواء بجروح خطيرة خلال نشاط عملياتي في المنطقة المحيطة. Thank you.